لزملائي في مختلف وسائل الإعلام الرياضية، ونحييهم على حضورهم لنادي الأهلي القلعة الخضراء. وإحنا بنقول لهم دائما أن مجلس إدارة النادي حريص دائما على التواصل مع جميع وسائل الإعلام لما فيه مصلحة هذه المؤسسة الرياضية العريقة. طبعا ننتقل اليوم للتعريف بالتعاقدات الجديدة للنادي الأهلي في ألعاب كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة. وسيتولى الأخوة المسؤولين على هذه الألعاب التعريف باللاعبين الجدد الذين نتمنى لهم التوفيق، ونحن سعداء ونفتخر بارتدائهم غلالة النادي الأهلي ونتمنى لهم التوفيق والنجاح. أحيل الكلمة الآن إلى رئيس مجلس إدارة النادي، وأؤكد لكم بأن رئيس مجلس إدارة النادي حريص على التواصل مع وسائل الإعلام، ولديكم الفرصة لتوجيه أسئلتكم وكل ما يدور في أذهانكم من أجل مصلحة هذا النادي. الكلمة الآن للأستاذ ساسي عمر أبو عمر رئيس مجلس إدارة النادي. شكرا. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بالضيوف الكرام، كذلك نرحب جميع وسائل الإعلام والقنوات الفضائية هذا الحضور، كذلك تلبيتكم هذه الدعوة. طبعا سنواصل معكم دائما في ما يتعلق بنشاطات أخبار النادي الأهلي الرياضية. واليوم احنا نقدم التعاقدات التي تمت في الايام الماضيه مع اللاعبين سواء في كره القدم او السله او الطائره، وسوف كل مشرف لاعب يقدم لاعبيه بوضوح اكثر. واي استفسارات عن ما قدموا اللاعبين او حاجه تخص النادي او الاخبار او النشاطات والاستفسارات او تقصير من اداره النادي احنا قبلها بكل صدر رحب. فالحين كلمة الأستاذ هيثم عاشور يقدم مشرف عام كرة السلة بخصوص انتداب اللاعبين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كرة السلة في البداية كرة السلة في نادي الأهلي كانت مسؤولية إدارة نادي الأهلي بإعادة هيكل وتنظيم لعبة كرة السلة بتفكير لبناء فريق يكون منافس ويمثل النادي الاهلي، اللي المفروض دائما يكون منافس في كل الالعاب بما فيهم طبعا كره السله. فكانت رؤيه اداره النادي ان احنا نقوم ببناء لعبه بانشاء مدرسه والاعتماد على الفئه السنيه، وفي نفس الوقت لازم بخطين متوازيين يكون الفريق الاول يمثل الاهلي افضل تنتين. فبالرؤية هذه انطلقنا وبدينا في إعداد التعاقد مع إدارة النادي مع مدرب من جنوب مصر الشقيقة،